لحظة القبض على صيد سمين، وكيف تحول يعني من الضحك إلى البكاء رغم أنه 59 سنة. شفنا في بداية الفيديو صيد سمين، هنعرف كل التفاصيل دلوقتي. أولا نبدأ بالسلام عليكم وتحياتي لكم مع أحلى كوب شاي مع ظريف، نعرف كل التفاصيل عن القبض على صيد سمين. هذا الصيد مدرب في دول كثيرة جدا زي ما احنا شايفين الفيديو، هسمعكم الفيديو صوت وصورة أيضا. هذا الفيديو لشخص بريطاني اسمه جون هارد يانج. هذا الشخص كان من ضمن المحاربين القدماء وعمره 59 عاما، ده من قدامى المحاربين. وهذا الرجل حارب في سوريا إلى جانب الأكراد، وحارب في العراق، وحارب في أماكن أخرى من عام 1982 وهو بيحارب مع المرتزقة في كل مكان، ويبدو أن هو شغال مع مقاول الأنفار اللي انتوا عارفينه. الغريب في الموضوع ان الراجل داخل يضحك ضحكة عريضة زي ما احنا شفنا في الفيديو. وكيف تحول أثناء التحقيق معه من فتاة روسية، تحول هذا الضحك إلى البكاء. وزي ما احنا شايفين يعني عندما يبكي الرجال، هذا الرجل 59 عاما، عندما يبكي الرجال هي لحظة مؤلمة. طيب ايه اللي دخلك روسيا؟ قال لك حظي العاسر اللي قدر يعني اللي خلاني ادخل روسيا. طيب نسمع الراجل بيقول ايه. انا هسكت دقائق وبعد كده هعلق على الكلام. Say to Boris Johnson, if you can help, if you can influence President Zelensky, if you can influence the president of DPR, or if you can influence President Putin, then please do. People's lives are dependent on this. So if you can, please help. But because otherwise, I face the death penalty. My friends face the death penalty. If the court decides and the death penalty will be implemented soon, maybe it could be like your last words. What would you tell her? Obviously, I would tell her that I wish I'd spent more time with her. But other than that, I don't really know. Will you tell her that you love her? Of course. All fathers love their daughters. زي ما انتم شايفين الناس اللي سمعت اللغة عرفت يعني هو بيقول ايه. انا بوصف الحالة، بوصف الموقف، مش بترجم ترجمة حرفية عشان الناس اللي بتقول الترجمة غلط وكده. نحن بنوصف الموقف ولغة الجسد وكيف تحول من الضحك الى البكاء. واحنا جبنا الفيديوهات صوت وصورة، والصورة لا تكذب ولا تتجمل. هذا هو المرتزق البريطاني جون هارد يانج، 59 عاما كما ذكرنا، وتم القبض، تم التحقيق معه كما ترون، وتحول من الضحك الى البكاء. ما كانش متوقع في نهاية هذا الفترة من الزمان بالعمر 59 عاما وتدرب على كل انواع القتال في جميع بلدان كثيرة، لكن حظه العاسر اوقعه في روسيا فتم القبض عليه كما ترون. انه صيد سمين جدا بالنسبة لبريطانيا وبالنسبة لروسيا. طيب هنكمل. طيب الخبر مهم جدا، بكين تطالب واشنطن بإلغاء صفقة أسلحة مع تايوان تقدر قيمتها ب 108 ملايين دولار. أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم أن بكين تطالب واشنطن بإلغاء خطتها بيع أسلحة لتايوان وقطع جميع العلاقات العسكرية معها، وإلا فإن مسؤولية تدهور السلام والاستقرار في تايوان ستقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة. وأيضا حذرت من تدهور العلاقات بين أمريكا والصين بسبب هذا الموضوع.
وقال المتحدث باسم الوزارة تان كيفي، متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تان كيفي، في الآونة الأخيرة أكد لنا الجانب الأمريكي عدة مرات أنه لا يدعم استقلال تايوان، لكن فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة لتايوان نرى كيف تخالف أقوالهم أفعالهم فلا صدق فيها على حد قوله. وأضاف تطالب الصين الولايات المتحدة بالإلغاء الفوري لخطتها لبيع الأسلحة لتايوان وقطع جميع العلاقات العسكرية من الجانب مع الجزيرة وقطع جميع العلاقات العسكرية مع الجزيرة، وإلا فإن مسؤولية تدهور العلاقات العسكرية بين بكين وواشنطن وكذلك السلام والاستقرار في تايوان سوف تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة، وده تحذير شديد اللهجة من الصين. فيديو: أوروبا تتفاوض مع العديد من الدول أبرزها أذربيجان والجزائر والإمارات وقطر ومصر. دول الدول دي عايزة منهم غاز، انتوا عارفين ان يعني امداد الغاز الروسي يعتبر متوقف وخصوصا المانيا، الرئيس السيسي الان في المانيا، وعلى فكرة الجزائر ثاني اكبر مورد لاوروبا بعد روسيا، ثاني اكبر مورد لاوروبا بعد روسيا. ايضا نيجيريا واوروبا بتستورد غاز من اسرائيل ايضا. فهنا محاولة اقناع دول نفطية في حلف روسيا لرفع انتاج النفط مقابل تخفيض بعض العقوبات مثل ايران وفنزويلا. و طبعا يعني رئيس دولة الامارات محمد بن زايد التقى اليوم في فرنسا مع الرئيس الفرنسي زي ما انتم شايفين الصور مع الرئيس الفرنسي، وأيضا التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المستشار الألماني. طيب نشوف التفاصيل. قالت وكالة الطاقة الدولية أن الإجراءات الطارئة التي اتخذتها الدول الأوروبية لخفض الطلب على الغاز مثل تشغيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم تبررها حجم الأزمة على الرغم من مخاوف من زيادة انبعاث الكربون، يعني كمان بيشتغلوا بالفحم. وحذرت وكالة الطاقة الدولية في أوروبا أنه يجب تستعد على الفور لإغلاق كامل لصادرات الغاز الروسي. قالوا لهم استعدوا، يعني هم أوروبا متوقعة أن روسيا هتغلق عليها الغاز إغلاق كامل. وحذرت السويد وحذرت السويد والدنمارك حذو ألمانيا والنمسا وهولندا يوم الثلاثاء في الإعلان عن المرحلة الأولى لخطط الطوارئ. وخفضت أوروبا الاعتماد على الغاز الروسي بنسبة 40%، وان روسيا كانت بتمد اوروبا بحوالي 40% من احتياجاتها، خفضت بنسبة 20%، يعني نصف احتياجاتها من اوروبا خفضت احتياجات الغاز، لكن روسيا مش محتاجة يعني بتبيع الغاز للصين والهند ودول اخرى، ولكن الغاز بيوصل غالي جدا واحدث تضخم اقتصادي في دول اوروبا، وانتوا شفتوا النتائج. النتائج ان اليورو اصبح سعر الدولار لاول مرة منذ 22 عاما. بالامس يعني كنت بشرب كوباية شاي، واحد قال لي انا حابب اضحك شوية يعني في الفيديو، واحد قال لي ايه، قال لي الشاي ده من غير سكر، وفعلا كان من غير سكر، بس اتمنى يكون يعني يعني سمعني ويرد عليا وعرف ازاي من غير سكر. لكن الشاي ده بسكر ولا من غير سكر، ده شاي في الخمسينة، وسبق قبل كده قلت يعني ايه شاي في الخمسينة، يعني نص كوباية شوية شاي كده فيهم شاي مركز وسكر قليل، ويعني شاي تقيل زي ما بيقولوا، شاي صعيدي شحت محت. يعني ايه شحت محت دي بعدين نقولها لكم في موضوع تاني. لما واحد اطلق علي اسم دارينوف اسم روسي فقلت انا عايز اسم اوكراني، فواحد اطلق ايضا اسم اوكراني هقول لكم عليه، دي مفارقات غريبه بس حابه يعني بحب اضحككم يعني من ناحيه هذا الامر. اسمك زاروفسكي، زاروفسكي زاروفسكي ده اسم اوكراني، وداريفوف اسم روسي، ما انا قلت لازم ابقى محايد يبقى ليا، لو هتسميني اسم روسي يبقى سميني اسم اوكراني. اما لازم واحنا بننشر الخبر نبقى محايدين يا جماعه، ده الطبيعي.
أما أنا انتمائي إيه ده موضوع تاني خالص، لكن لازم أنشر الخبر بمصداقية كاملة. وتحياتي لكم، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. الفيديو القادم فيديو جميل جدا هنشوفه مع بعض إن شاء الله، يعني تابعونا على طول وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. مع تحيات محدثكم ظريف الأديب.